اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم. كما عودتكم انا يعني مش هقول لك اعمل لايك او ما تعملش لايك، لان انا كل فيديو بقول لكم اوعى تعمل لايك لاي مخلوق غير لو انت شايف انه استفدت منه باي حاجه باي حاجه، او شايف انه هو صادق في كلامه. المهم ندخل في الموضوع على طول. كثير منكم بعت لي نعمل قناه روتين، نفتح قناه روتين او ما نفتحش. السؤال ده طبعا سواء انت كنت ذكر او انثى او راجل او مرأة او اي حاجة، يعني لو انت راجل فاقلب خالص واطلع بره الفيديو دي، يلا مع السلامة، ولا عايز منك لايك ولا اي حاجة، لان السؤال ده مش هينفع معك اساسا. روتين ايه اللي انت هتعمل؟ انت كراجل هتعمل روتين ايه؟ قناة روتين تعمل فيها ايه؟ مع السلامة كده، اتفضل يا باشا. نيجي بقى لحضرتك، لو انت عايز تفتح قناة روتين على عين وعلى راس، بس تفتح قناة روتين مالكيش دعوة بروتينات روتين المسائي وروتين اليومي والحاجات الشخصيه بتاعت بيتك، ما تنفعش خالص على اليوتيوب نهائي. عايز تعمل روتين مثلا انت بتاكل الاطفال ماشي، روتين وانت بتعلم الاطفال ماشي، روتين وانت بتزين البيت، بس طبعا مالكيش دعوه بالدخليات بتاعت المنزل. ده كلام بقوله لك لوجه الله، سيب بعيد عن القنوات وبعيد عن اليوتيوب وبعيد عن كل حاجه. تعمل روتين ماشي، وانا بطبخ روتين مش عارف انا ايه، بس ما يكونش بالطريقه اللي احنا بنشوفها ده. هو مش اليوتيوب ده مش بيت دعارة. عايز تعمل روتين، اعمل روتين باحترام عشان هتنجح. حتى الجيل هتاخديها تاخديه بالحلال، هيبقى في داخل عليك حاجة حلال. دي نصيحتي والله العظيم. والرجالة طبعا ما ينفعش تفتح قناة روتين تعمل بها ايه؟ تقول تسرق من ده ومن دي؟ لا طبعا، تفتح قناة روتين بما يرضي الله للحريم بس او البنات بس، تعلم فيها الطبخ، تعلم فيها الدراسة، تعلم فيها التعليم. لكن تيجي تقول لي انت كراجل تفتح قناة تعليم؟ اه لا طبعا، اعمل اي حاجة تاني، في قنوات كتير. مش قادر يا اخي تعمل، اعمل جيمنج، اعمل العاب لو تعرف، ما تعرفش تعمل العاب اعمل كوميدي، اعمل تعليم، اعمل حياة كتير، مش شرط الروتين يعني، لان القنوات دي دعكة الدنيا. ما مش عشان مالها المغرور والبدنيا واخري، في الاخر هيبقى عليك بلاغات وعليك بتاع وممكن تتحبسها، توصل للحبس. يعني مش تفكر نفسك ان انت عديتي، لا، لو انت بتعمل روتينيات في حاجات مثيره او حاجات زي كده هتوصل للحبس. بس دي نصيحه اخ، والفيديو كده سريع سريع خلص. عايزين تحطوا لايك حطوا، مش عايزين تحطوا لايك، السلام عليكم.